السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. انتشرت أخبار صادمة ويتألها أساس من الصحة عن زوجة الشيخ شيري رفيد بأشياء صادمة حدثت لها في المستشفى، ولكن هذه أخبار صادمة، وأن زوجة الشيخ شيري حاليا في المستشفى ولا يوجد أي أخبار من ذلك حقيقية، حيث نفى إحدى أقارب زوجة الشيخ شيري، وأيضا نفى الشيخ شيري عن هذه الأخبار البشعة عن زوجته، حيث قال في فيديو نشره عبر حسابه عبر فيسبوك قائلا: استقرار الحالة الصحية لزوجته سيتعكرها الإصابة بكورونا وفق تعبيره. وقال مشيشي في أول تصريح له أسرع إعلان إصابته بكورونا أن زوجته وصلت لمرحلة خطيرة جرى الإصابة بكورونا وتجاوزت بفضل الله وفضل مجهودات الطواقم الطبية هذا. وعبر مشيشي عن شكره لكافة الطواقم الطبية اللي تعمل في ظل إمكانيات ضعيفة وانتشار كبير للفيروس، كما عبر رئيس الحكومة عن تضامنه مع الشعب التونسي متمنياً الشفاء لكل مصاب ومترحماً على روح كل من توفي جرى الإصابة بكورونا. وحيث قال أن هذه الأخبار البشعة الانتشار عن زوجته هي ليس لها أساس من الصحة، وقال أن زوجته قد تخطت المرحلة الصعبة التي كانت فيها من فيروس كورونا بفضل الله وفضل الطاقم الطبية. وحيث قال انتشرت أخبار بشعة عن زوجته شيرين تشيشي خلال الساعات الماضية، ولكن ليس لها أساس من الصحة. اللهم احفظ زوجة شيرين تشيشي ويحفظ شيرين تشيشي وكل أبناء الشعب التونسي، اللهم أمين، ولا نترككم في عهد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.